بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم خالص الدعوات والأعمال في شهره الكريم، شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإمامة وليلة القدر، ولقاؤنا وحديثنا المتجدد والممتع والشيق مع الشخصية الدينية العلمية والباحث الإسلامي سماحة الشيخ كميت الأسدي. أهلا ومرحبا بك يا سماحة الشيخ مرة أخرى، وحيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين. جريا على العادة السابقة التي اعتدناها في كل حلقة، ونحن لا زال حديثنا متمحور حول جزء من عنوان البرنامج وهو القدر وليلة القدر، لكن نريد منك أن تهيئ أذهان السادة المشاهدين للتواصل معنا من خلال الحلقة بأن تعطونا ملخصا لما ذكر في الحلقة السابقة، فنسمع منكم هذا الحديث معك. الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم على جميع الأخوة والأخوات المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد تعرضنا في الأمر العظيم الثاني في سورة القدر إلى تنزل الملائكة والروح، استعرضنا جملة من الوظائف للملائكة قرآنيا، ثم تعرضنا في مقام لكون الملائكة لا ينزلون ولا يتنزلون إلا بالحق، لقوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فلا بد أن يكون للملائكة غاية، مو فقط هذا، وغاية وتليق بوجوداتهم، وحيث قد عرفنا أيضا هذا كله بنحو الاختصار يعني حتى فيما سبق، أن للملائكة وجودات مختلفة ومقامات شامخة ومتفاوتة في مراتب الشرف والوجود في علياء العالم، من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت وأعلى من ذلك. فهؤلاء الملائكة طبعا وما منا إلا له مقام معلوم، وهم موكلون بأرجاء العوالم كما عرفنا في بعض وظائفهم، وهم مجردون عن المادة والماديات، فنزولهم لا معنى لأن يكون بمعنى التحرك والتغير والترك الموضعي والحركة الموضعية، لأن الحركة والسكون هذه صفات المادة والماديات، وهؤلاء فوق المادة وفوق الماديات، وجودات علوية. أرجو منك التأكيد على هذه النقطة، نراك تكررها في أكثر، لأهميتها أكيد، لأهميتها ولبعد الذهن العامي عن الاستئناس إلا بالعالم المحسوس العالم المادي، فهذا هو السبب بالحقيقة. وهذه معاني غيبية قد أبدع القرآن الكريم العزيز في تقريبها للبشر بقوالب قريبة من فهم واستئناس الإنسان، القوالب الغيبية أو المعاني الغيبية أفضل، خلينا نعبر تعبير دقيق، المعاني الغيبية والحقائق الغيبية تقدم بقوالب استأنس البشر السماع لها وطرق أسماعه، ولكن لا بد من ماذا؟ من تهذيبها عن المادة والماديات عند إدراكها، ولا أدعي أن كل إنسان عادي يمكنه ذلك، مراتب الإنسان متفاوتة. زين، فنحن الذي عرفناه أن الملائكة بوجوداتهم ومقاماتهم الشريفة العليا لابد يختارون الوسائل التي تليق بهذه المقامات العليا. قلنا فيما سبق أن الملائكة لا يتنزلون وهم معصومون عن معصية الله على من يعصي الله، لا يتنزلون وهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين، ينزلون على لا ينزلون على عبد يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهم لا ينسون ما يأمرهم الله به، ينزلون على عبد يعرض عليه النسيان، هذا لا يليق أبدا. فالملائكة إذن لابد أن تكون وجهتهم في هذا العالم، وأيضا بينا أنه وجود الملائكة جولان في ليلة القدر بلا وجه هذا عبث، يجل الله عن فعله وتجل الملائكة عن أن تفعله. فالملائكة يتنزلون إذن في ليلة القدر على أي شيء؟ على عبد، وهذا صريح الآية القرآنية. ليش إحنا نذهب بعيدا
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من؟ على من يشاء من عباده. هذه الآية خليها بجنب قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في سورة القدر ما ذكر، القرآن يفسر بعضه بعضا، الآيات يشهد بعضها على بعض. إذن نحن في ليلة القدر التي توجد في كل سنة، هسه مو بعيد راح الجماعة راح يطيرون هاي السالفة، ليلة القدر بعد ما تتكرر في كل سنة. أي بناء على ما أنتم ستتفضلون. نعم. كما دعي علينا سابقا، هذا ليس بجديد سماحة الشيخ. نعم. فإذا ذن الآيتين. تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. ها؟ إجماع المسلمين ليلة قدر في كل شهر رمضان، صح لو لا؟ ليش يتعبدون؟ لو بس الشيعة يتعبدون؟ لا، الكل يتعبدون. كل فأنت عندك ما دام أكو ليلة قدر، إذن فيها قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. وين فيها؟ في ماذا؟ غير في ليلة القدر. الضمير يرجع إلى ما سبق ذكره في بداية السورة الكريمة. زين، على من يتنزلون؟ ألم نقل أن هذا من الأفعال ذات الإضافة؟ يعني منزل من؟ منزل فيه ليلة قدر، منزل منه عالم من أمر، النازل الملائكة والروح، منزل به الآية تقول الأمر من كل أمر، هون لم يترك أمر، كل أمر. طبعا الآيات لاحظوا، وهذا ما يلحق في هذه البرامج المحدودة جدا والحلقات هذه المحدودة جدا، يتنزل الأمر بينهن السماوات السبع والأرضين السبع، يتنزل الأمر بينهم. كلمة الأمر هي تشمل كل هذه العوالم، كل الأوامر، كل الأوامر. وهذا هو الأمر التكويني، بس ما عندنا يعني وقت احنا بالحقيقة إلا في برامج أخرى إن شاء الله تعالى. إذن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اجمع بينها وبين قوله تعالى في سورة النحل الآية الثانية ينزل كلهن أفعال مضارعة تفيد ماذا؟ التجدد، الاستمرار المتجدد. ينزل الملائكة بالروح، الباء من حروف الخفض ويتسامح فيها فتكون بمعنى و، يعني ينزل الملائكة والروح أو بواسطة الروح، مو مشكلة بقوة الروح، لأن الروح وجود مهيمن على عالم الملائكة. وهذا أيضا معلومة جديدة بحاجة أيضا إلى حلقات. وأوحينا إليك روحا من أمر، وأيضا هناك ربط بين الروح والأمر دائما تجده دائما. بعد يلقي الروح من أمره، هاي مثل ينزل الملائكة بالروح من أمره، يلقي الروح من أي شيء، بأي شيء من أمره، على من؟ بلا وجهة. معناه تقولون بأن الملائكة نزلت بغير حق، هذا خلاف القرآن، لا نقول خلاف العقل لأنه بعضهم لا يؤمنون بالعقل. وجهتها جاءت للسياحة. القرآن يقول في هذا العالم جولان ما عندهم شغل وعمل، مو بعيد يلتزمون، بس احنا نلزمهم بظاهر الآية، حتى يعني هم يدعون أننا نلتزم بالقرآن الكريم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. هذه المشيئة المذكورة في عباده، طبعا هم فسروها بشرك يعني فسروها بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله ما عنده غرض، تعالى الله وتقدس. معناه المشيئة عائدة إلى الله عز وجل بلا إشكال، والله حكمته هي الحاكمة، مشيئته على وفق حكمته. فالآن هل يجوز أن يكون هذا العبد الذي يلقي الله إليه روح أمره، هل يجوز؟ يا بشر يا ناس بالوجدان نسألكم، إذا أنتم مؤمنين بالله الحكيم مو الإله اللي ينزل ويصعد، هذا ما لنا شغل به، لا هو ولا عبيده. وفي الحقيقة سماحة الشيخ أيضا خروج بسيط عن الموضوع، وإن كنا ليس لدينا الوقت الكافي، الكثير من العوام لو كانوا قد اطلعوا على هذه الحقائق، نحن نقولها والبعض قد يستغرب، هل من المعقول أن توجد مثل هذه الحقائق في بطون كتبهم؟ نجد الكثير ممن اطلعوا على هذه الأمور، هي ليست حقائق وإنما أمور هم أوجدوها، أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعة، وأن عرشه، وأن يتمثل على دابة مطية ويتجول وكذا،
ويضع رجله في النار، هذه الأمور التي يتجول قد يكون مو كل المذاهب على شاكلة واحدة بالحقيقة إنصافا يعني. يعني مثلا الأشاعرة صوب الجامع الأزهر في الأزمان هذه ترفض التجسيم وتكفر المجسم لأنه قبيح عقلا يعني قبيح عقلا ونقلا زين، ولكن هناك لوازم لا يمكنهم التخلص منها، فإذا التزموا بتأويلها لا بأس. يعني نحن لا ندعي أنه عندنا لا يوجد ظواهر مخالفة، ليش هو القرآن بظواهر ولا بد من عدم العمل بتلك وعدم الإيمان بتلك الظواهر كما هي. يعني يد الله فوق أيديهم، يعني شنو إذا كانت اليد يقولون هم يدعون أن هذا ظاهر في اليد الحسية، إذا كان هذا هو الظاهر فلا يجوز أن نعتمد عليه ونبني عليه. فيوجد في كل المذاهب كل الأديان ظواهر، لا ندعي أنه ما عندنا احنا روايات فيها ما فيها، لا، الكلام في المنهج. أنت منهجك ما هو؟ تأخذ بالظاهر وهو حاكم على كل شيء حتى لو كان قد قام الدليل القطعي عقليا ونقليا على خلافه. الكلام هنا في المنهج، مو أنه قد واحد يقول لك ها أنتم أيضا عندكم الإمامية، عندكم في قضية ظاهرة في المسألة الفلانية وهي خلاف ما تدعون. الإطار العام للمذهب الإمامي هو لا يعترف بمثل هذه القضايا، لا يعترف ويؤول ما ظاهره مخالف لما ثبت عقلا استحالته، لما ثبت نقلا أيضا استحالته، فهذا الظاهر عبارة عن ظن، يعني هو يفقد اعتباره بعد ما يفقد حجيته، يسقط عن الاعتبار، ما له قيمة. لنعود إلى صلب موضوعنا في مسألة فإذا ينزل الملائكة بالروح من أمره، القرآن يقول على من يشاء من عباده مشيئة الله وفق حكمته. الحكمة تقتضي أن يكون الشخص الذي تنزل عليه الملائكة بمستوى معين يلائم مقام الملائكة بل يجب أن يكون أرفع من الملائكة جميعا. لماذا؟ إذا كان يعصي يستحيل أن تنزل عليه الملائكة لأنهم لا يعصون، إذا كان يغفل يستحيل أن تنزل عليه الملائكة لأنهم لا يغفلون، إذا كان يسهو ينسى، طبعا بحسب الطبع البشري الإنسان يسهو وينسى، ولكن العصمة الإلهية تتدخل، وهذا إحدى معاني وأوحينا إليك روحا من أمرنا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. اللطف الإلهي بمعنى العصمة التي توجد في حجج الله وأوليائه المعصومين، معصومين هنا تدخل إلهي يعصم هذا العبد زين من أن تغلب عليه الطبائع البشرية العادية، من أن تغلب عليه الطبائع البشرية. على أي حال فلا بد أن يكون هذا العبد الذي كان وجهة للملائكة هو أرقى، مو فقط ما يجوز أن يساويهم، إلا إذا كان يساويهم فالأمر سيان، لماذا جعل وجهة لهم؟ وأيضا لا يجوز أن يكون المنزل عليه ملك، تعبير الآية ماذا؟ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. عباده عادة هذا الوصف يعني عادة بالتتبع قرآنيا نجد أنه وصف لبعض من الإنسان، الملائكة يوصفون بهذا الوصف، ودائما يطلقه حتى على أنبياء وأولياء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لا ما جاء في ذهني الآن بأنه البعض قال بأنه الآية الكريمة بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول، أنه بعضهم فسرها بالملائكة. هنا أيضا الدليل، وهذا يعني يوجد في بعض المقامات الآتية والتي لا تسعها هذه الحلقات، أنه يستحيل أن تكون تنزلات الملائكة على ملك مثلهم. لماذا؟ لأن الملائكة ليش قلنا مرارا أنه وجودات علوية مجردة عن المادة، فكل ملك ملك هكذا، فإذا كان هذا الملك في عالم المادة فهذا معناه وجود مادي. طبعا لو تنزلنا وقلنا أن هناك ملك مادي وهذا غير موجود، فإذن فيستحيل أن يكون هناك ملك تتنزل عليه الملائكة، لأنه تنزلهم عليه أولا يعني أن الملك هذا أنزل منهم مرتبة ودرجة، فكيف يكون من هو أنزل منهم وأدون منهم درجة وجهة للوجودات العلوية الجبروتية والملكوتية؟ هذا خلاف قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق. تقول خل البشر كذلك، البشر لاحظوا معي هذا الوجود البشري، ليش نتصور أنه إحنا فقط هذا الهيكل المحسوس المادي؟ هذا الإنسان بنفس وهي غير مرئية، ظواهرها أدواتها مرئية، بعد النفس تأتي الروح وهذا وجود مجرد علوي. يعني الإنسان وجود واحد، وجود وحداني بسيط غير مركب،
يعني وجود وحداني يمتد أدنى مراتبه من عالم المادة يتصاعد يترقى إلى أن يصير قاب قوسين أو أدنى. وهذا الأمر في الحقيقة في غاية الأهمية، أن الإنسان بإمكانه أن يترفع في هذه المقامات، حيث لا ملك مقرب، بدليل أن جبرائيل تركه وذهب، تركك ما أقدر، إذا خطوت أمه لا أحترق، وجود انتهى، هذه مرتبتي ما أقدر أعبر، انتهي، يتلاشى، ما يستطيع. بقى النبي صلى الله عليه وآله يعرج، طبعا معه روح الأمر، إذا كان جبرائيل ما قدر هناك روح الأمر، وأوحينا إليك روحا من أمرنا. إحنا عندنا في رواياتنا أنه هناك الروح القدس، هذا يوجد مع كل نبي ووصي، وأعلى غير جبرائيل، بعضهم يفسر بجبرائيل لكن غير جبرائيل، وهناك روح، هذا روح القدس مو ملك، الروح غير الملك. الآية شو تقول؟ تنزل الملائكة والروح يوم يقوم الروح والملك صفا، كل عطف يقتضي المغايرة. فإذا إكمالا لهذا المقام، وهو أنه نستطيع أن نقول عنه المقام الخامس، وهو نستطيع أن نعنونه بعنوان غاية النزول، فيتنزلون على عبد شاءه الله، بمعنى اختاره الله من جميع عبيده، فيتحصل لدينا أن لله عبدا هو أفضل جميع عباد الله. لماذا؟ لأن إذا كان هناك أفضل منه لماذا لم تتنزل الملائكة عليه؟ وهذا دليل من العقل، أنت يمكنك أن تستشفه من خلال هذه القرائن التي تذكره، وحتى بالنقل، حتى بالنقل، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى، أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو، فما ماكو مجال لأن يكون هناك عبد أفضل من هذا العبد في تلك الليلة في ذلك الزمان من تلك السنة، وهو في نفس الوقت ها كان لديه مجموع ما لدى جميع الملائكة. الملائكة نزلوا بالأمر لو ما نزلوا بالأمر؟ الآية مو قالت تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر ما بقي أمر، فراح يصير عنده مجموع ما لدى جميع الملائكة والروح من أوامر. كل ملك ملك عند اللي عنده محدود، هذا العبد ماذا سيكون عنده؟ سيكون عنده مجموع ما لدى جميع الملائكة المنزلين والروح من أوامر. سماحة الشيخ، أنت كنت قد قلت أنه ولكن هذا الجري العادي التي جرينا عليها أن يكون هنالك فاصل، فنستميحك عذرا في فاصل، نعود بعده لإتمام الحلقة. لا تذهبوا بعيدا سادة المشاهدين الكرام، لنا عودة معكم ولكن بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مرة أخرى نجدد ترحيبنا بكم سادة المشاهدين الكرام، وباسمكم نرحب بسماحة الشيخ كويت الأسدي، أهلا ومرحبا بكم شيخنا. شيخنا قبل الفاصل كنتم قد وصلتم إلى زبدة المخاض تقريبا في جميع ما تحدثنا عنه، وهو أن الملائكة تتنزل في عالم الشهود على عبد هو جيد، هذا عالم الشهود على عبد هو أكيداً أرفع رتبة ومقاماً من الملائكة، والملائكة قد جاءت تحوي كل منها أمر معين إلى عبد بإمكانه أو هو بطبيعته يحوي كل الأوامر لأنه أرفع منهم رتبة ومكاناً. نريد أن نفهم منك هذا الأمر بصورة جلية وأوضح. يعني كما استعرضنا الآيات ووضعناها كلها في كفة واحدة في سلة مباركة واحدة، وهي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر،
نجمع بينها وبين قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، بعد ويلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. هذه الآيات الكريمة تشير إلى أن هناك عبدا شاءه الله، يعني اختاره الله، والله لا يختار إلا الأحسن، والله لا يختار إلا الأفضل، والله لا يختار إلا الأكمل. فعبد يكون وجهة للملائكة بمختلف مقاماتهم الشريفة العلوية، من أعلى مراتب عالم الجبروت إلى ما دون هذا العبد الذي كان وجهة. وكما قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فلا بد أن يكون هذا العبد الذي كان وجهة لجميع الملائكة بما فيهم سادات الملائكة، بما فيهم الملائكة المقربين، بما فيهم حملة العرش، بما فيهم الكروبيين، بما فيهم الروحانيين، بما فيهم سدان الحضرة الربوبية وما إلى ذلك، كل الموكلين بالتدبير. وقد مرت علينا في بعض المقامات يعني مسألة استعراض الوظائف التي يقوم بها الملائكة، وصلنا يمكن إلى 22 وظيفة قرآنيا ها للاختصار. هؤلاء اللي هم مدبرون، هؤلاء الموظفون بتدبير عالم التكوين، كل عوالم التكوين مو فقط عالم المادة، يتنزلون على عبدين يكون وجهة لهم، يكون غاية لهم، لابد أنه أفضل منهم جميعا. أسأل لماذا أنتم قلتم أنه لابد إذا كان المنزل عليه ملك فالملك حينئذ وهو في هذا العالم أدون، فليكون الإنسان أدون؟ قلنا فارق بأن الإنسان هو موجود في عالم الحس، موجود في عالم المادة، ولا ينافي على وجوده في عالم المادة أن يكون له وجود وحداني بسيط ممتد من أدون مراتب عالم الملك إلى أعلى عالم الجبروت، كما في قاب قوسين أو أدنى بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله امتد، عجيب وجوده الشريف، امتد وجوده الشريف من عالم المادة فطوى جميع مراتب الوجود، فكان أقرب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. التفاتة رائعة جدا سماحة الشيخ، يعني هذا البساط الوجودي كله طواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما يدل ومن حقنا أن نفتخر بأن نبينا بهذه الرتبة وبهذا نبينا بهذا الأوصاف، مو ذاك النبي اللي عندهم يصعد الجبال حي كي ينتحر يتردى، هذاك مو نبينا. نحن قد أخرجناه من هذا الخطاب الذي نتحدث فيه، ولكن سماحة الشيخ أستشف من كلامكم أنكم الآن من هذه اللحظة ستنتقلون إلى الجزء الثاني من عنوان برنامجنا، ألا وهو موضوع الإمامة، وتحاولون تهيئة الأذهان لأجل الدخول في هذا الموضوع المهم والمفصل. نحن معكم ومع الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام أن هذه أول خطوة من بحثنا في الإمامة المرتبطة بليلة القدر، وليس مطلق الإمامة، وإلا الإمامة العامة المطلقة ذيك لا تحتاج إلى عشرات الحلقات كلامنا فقط. يعني ولذلك أنا أقترح، يعني إذا السادة الأخوة جنابكم وبقية الأخوة في القناة الكريمة، أن نكمل البحث ولو بعد شهر رمضان فيما يتعلق بليلة القدر وما يرتبط بها من وجود العبد والإمام، فالأمر يعود لكم. أنا أقترح والأمر أن سماحة الشيخ بما أننا نعيش محل هذا الأمر نريد منك أن نفهم هذا الموضوع وجه الارتباط بين ليلة القدر والإمام. إذن يا أحجي، هذا اللي أقوله أن الملائكة المنزلين بكل أمر، هذا الأمر نزل على هذا العبد. طبعا أخواني موالي الأعزاء، أرجو الالتفات، عدم النسيان، عدم الغفلة، إلى أن ليلة القدر موجودة في كل سنة من زمن النبي إلى اليوم إلى ما شاء الله، ففي كل شهر رمضان ليلة قدر، في كل ليلة قدر يوجد تنزل الملائكة، إذن في كل ليلة قدر تتنزل فيها الملائكة والروح يوجد عبد هو أفضل عبيد الله وأفضل من الملائكة جميعا. لماذا؟ هاي مو من جيبي آخر، هذا مفهوم الآية، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فصار عند مجموع ما لدى الملائكة من الأوامر التكوينية. الملائكة هم مدبرين تكوينيين، فلهذا العبد الذي عنده الأوامر جمع أمر أوامر، مو الأمر اللي جمع أمور، هذه كشؤون أشياء، لا، هذا الأمر اللي هو له الخلق وله الأمر، يعني تدبير عالم الخلق صار عند هذا العبد.
فالعبد بإذن الله يكون من المدبرين لما يدبره الملائكة جميعا. هذه نقطة مهمة جدا وخطيرة. وكيف وهو أعلى منهم رتبة ووجودا، تقول يا أخي هو نزلوا عليه، نزلوا لأن هو في عالم المادة، في عالم شنو، عالم اسم ليلة القدر، عالم زماني، عالم زماني يعني عالم الأرض. هو موكل، هو أني جاعل في الأرض خليفة في الأرض، يعني أكو زمان أكو مكان. فالخليفة مظهره الأعظام، وجوده في الأرض يعني بما فيها من زمان من مكان، فاقتضى ذلك أن تتنزل عليه الملائكة. إذن فهذا العبد لديه مجموع ما لدى جميع الملائكة من أوامر، جمع أمر. والله تعالى يقول، أرجو الالتفات جيدا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وما أمرنا، الذي يحصل بين آيات القرآن الكريم يعني في الحقيقة يدلل عن غفلتنا عن هذه الحقائق المهمة يعني. وهذا الأمر مجموع، طبعا الأمر من يصعد هو متفرق باعتبار عالم الدنيا كثير ملائكة كذا، بس من يصعد الأمر شو يصير؟ واحد يصير بعد الدور. وما أمرنا، أمر الله إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر. فالإمام عليه السلام تبين أرقى وجودا وأعلى رتبة من جميع الملائكة، فهو يدبر ما يدبرون، ومن هنا هو يهدي بهذا الأمر الذي عند الإمام أعزهم الله تعالى. يقولون أن الحد الوسط لثبوت الحكم الشرعي هو الملاكات والأحكام الواقعية، يعني الأمر التشريعي مسبوق بأمر تكويني. هاي الملاكات الواقعية، النفس أمرية الوجودية، يصير الإمام محيط بها. ليش؟ كل أمر تكويني ينزل به الملائكة، الملائكة ما يتنزلون بأمر تشريعي. لماذا؟ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة، أحكامنا ثابتة. نعم، التفاصيل تظهر تتجدد، وهنا يستطيع، ومن هنا نعرف ما دام هذا بساط الزمن تستجد فيه الوقائع والحوادث أنه لابد من وجود إمام وعبد يعرف الملاكات الواقعية للأحكام ويعرف تفاصيل الأحكام. لذلك توجد عندنا آيات، ونفصل الآيات لقوم ماذا؟ يعلمون. نفصل فعل مضارع، معنى القضية متجددة مستمرة. إذن الخلاصة، أنا أريد أقف عند هذه النقطة الأساسية، وجعلنا من، طبعا آيتين، تارة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وتارة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هسه يجيك واحد من ذولا قل لك هذه نازلة في بني إسرائيل، يا أخي اتركهم. المهم نفهم الإمامة، أن الإمامة تهدي بأمر الله. إذن من هذه الآية التي أو الآيتين التي تفضلت بهما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا الوجه التشابه في الأمر هنا، والأمر الذي مع الملائكة والروح ينزلون بالأمر، من هذه الأمور نستشف أن الذي أنزل عليه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تبين أن هذا العبد هو إمام؟ وكان في زمن النبي هو النبي. هل لي بعض الآيات تقول جعلناك على شريعة من الأمر، والآيات تقول أن الإمام، هي معنى الآيات، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. كيف يهدون؟ آخر مو القرآن يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. النبي وظيفة الإنذار، الهادي من؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الأئمة يهدون بأمر الله، وفاقد الشيء لا يكون معطيا، فلا بد أنه واجد لأمر الله حتى يهدي به. لا يقال أنهم هم أيضا تسلموا ولاية الأمر وأداروا شؤون الأمة. أنت ذكرت من البداية أن الملائكة لا تتنزل على من عصى الله عز وجل، وهم قد عصوا الله في ردح طويل من أعمارهم. فلا معنى لأن يتسنموا منصب الإمامة. ولذلك قال الله تعالى هذا الأمر التكويني يستتبع أمر تشريعي، وأطيعوا الله، هاي واحد، وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم، منكم من البشر، مو غير البشر ملائكة وغيرهم، هم هؤلاء أصحاب الأمر، يا أمر الذي يتنزل في ليلة القدر. ومن هنا كانت سورة القدر هي نسبة النبي وأهل البيت صلوات الله عليه وعليهم، كما أن سورة الإخلاص نسبة الله تعالى. وفي بعض الأحاديث الشريفة أن الذي يدرك أسرار ليلة القدر، سورة القدر، الفرق بينه وبين غيره هو الفرق بين الإنسان والبهيمة. والمؤمن، كل مؤمن له نور يوم القيامة، النور الذي يسعى بين يديه يوم القيامة، كل مؤمن نور إنا أنزلناه. وأحاديث أهل البيت تقول وإنها لغاية علمنا، ليلة القدر، سورة القدر تشير إلى ما يحدث في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الإمام يقول ما قال سورة القدر، قال إنا أنزلناه، يعني لتسمية السورة بمعنى الواقع والمضمون الذي فيها. لاحظوا معي، هذه ما أدري كم بقي يا حجينا العزيز، لدينا خمسة دقائق. جيد. وجعلنا منهم، هنا أجعل بشري أم إلهي؟ هاي منتهي من عتها. جعلنا منهم، مين منهم؟ من البشر. يهدون بأمرنا، يهدون، إذا كان يهدون أكو بعد مجال للضلال؟ أكيد أكيد، هو أكيد هو مهتدي حتى يهدي، لا معنى أن يكون هو لا يقابل الضلال. فلا بد أن يقفل باب، طبعا هنا الهداية محدودة مقيدة أم مطلقة؟ مطلقة، يهدون مطلقا. وايضا الفعل يدل على الاستمراريه، لان يهدون هذه الهيئه، نجي للهيئه، خلينا بالماده. الماده يهدي تقابل الضلال، فاذا كان يهدون اذا هم لا يضلون ابدا، لا يضلون مطلقا، فهم معصومون من الضلال مطلقا، معصومون من الاضلال مطلقا. هاي خلصنا من عتها. بعد ايضا فشي يتعلق بالماده، ماده الهدايه. اذا كانوا يهدون، هم يهدون فقط في مجال مثلا الارشاد للاحكام الشرعيه، لو الأوسع والأعظم من ذلك، يوجد يعني موجب للاقتصار على فقط هداية الحكم الشرعي أو هداية الرواية إلى الناس؟ يهدون مطلقا، خصوصا أن الأمر هذا هو الأمر التكويني، وهو الحاضنة التي بها كان الأمر التشريعي. لولاه ما كان أكو أمر تشريعي، هذا الأمر التكويني. الحد الوسط في ثبوت الولاية التشريعية هو وجود الولاية التكوينية. هذه المرة ذكرنا اصطلاح الولاية التكوينية. فمن هنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إذن فهم يهدون بأمر أنفسهم أو بأمر غير الله؟ الآية تقول بأمرنا، فإذن انسد الباب على أن يهدوا بأمر شيء آخر إلا أمر الله تعالى. وفاقد الشيء لا يكون معطيا، واجد الشيء يكون معطيا. وهنا أمر الله محدود مقيد لو مطلق؟ مطلق. إذن فهم عالمون بأمر الله كله كي يهدوا به. وهذه في الحقيقة نكات ولفتات رائعة جدا منكم سماحة الشيخ، نرجو من السادة المشاهدين الالتفات إليها. أنك تتحدث عن هذه الصفات العظيمة للذي ينزل عليه في ليلة القدر، وحتى يدرك السادة والأخوة المؤمنون عظمة هذه الليلة وما يحصل فيها من أمور قد لا ندركها الآن، يعني أصبحت يعني نوعا ما جلية لنا أن هذه الليلة ما فيها من يتأملون يتدبرون فقط في دائرة هاتين السورتين، سورة القدر، سورة الدخان، إخوان المؤمنين والمؤمنات أعزهم الله تعالى وفقهم الله، ويتأملون ويتدبرون في الأدعية الشريفة الواردة عن أهل البيت في خصوصيات ليلة القدر، على من يتنزلوا في ليلة القدر، الأمر العظيم المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. لاحظ، يعني كما أنت بالمحكمة ودوائر القضاء ترفع الأمر، ترفع الأمر دائرة بعد دائرة لمن توصل إلى القاضي الأعلى، هو صاحب القرار الذي يبت بالقرار، وثم والملائكة اشتبين ينزلون باعتبار عالم المادة، عالم ليلة زمانية، هذا معنى التنزل والنزول، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، فاقتضى أن يعبر تعبير النزول. فحينما يأتون بخدمة هذا العبد
الذي اختاره الله وشاءه الله من جميع خلقه طرا، وهي ليلة الإمضاء، ليلة الإمضاء بعد القضاء. فقرار القضاء وقرار الإمضاء بيد هذا العبد. هذه أيضا نقطة مهمة جدا كان بودي الحديث عنها. فكل ما يمر على بني البشر بل الخلق طرا، لأنه عندنا رواية تقول الله تقدير السماوات والأرض يكون في ليلة القدر. إمضاؤه وقضاؤه بيد هذا العبد الذي شاءه الله، هي ليلة قدر. أولا إذا ليلة قدر معناها بها قضاء، إذا قضاء معناها فيها إمضاء. الإمضاء ليش ما مارسوا الملائكة إذا كان بيدهم الإمضاء؟ يأتون إلى القاضي الأعلى، إلى العبد الأعلى، هو الذي بإذن الله، بإذن الله هو المدبر لكل شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هنا القاضي الأعظم، المدبر الأعظم بعد الله تعالى في طول تدبير الله، هو الإمام الذي قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. والهيئة لا ننساها، فعل مضارع يفيد التجدد المستمر. إذن ففي كل ليلة قدر من كل شهر رمضان من كل سنة يوجد عبد تتنزل عليه الملائكة والروح، بيده بإذن الله مقادير الأمور وقضاء الأمور وإمضاء الأمور وإمضاء الأمور. الآن ارجعوا للزيارات الشريفة، ماذا ستجدون فيها حينما نتوجه بالزيارة لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قلنا سابقا أن في بعض الزيارات وردت هكذا عبارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. وتصدر تصدر يعني القضاء والإمضاء النهائي بيد الإمام عليه السلام. من هنا يا موالي الأعزاء سادة المشاهدين، الآن وصلنا إلى الكلمة الأخيرة التي تقولونها في هذه الحلقة، يعني دقيقة بدقيقة واحدة لنعرف أئمتنا كما ينبغي لهم وفق طاقتنا البشرية. عندنا مجال نعرفهم أكثر، عندنا طاقات جيدة. لا أستطيع ولا أدعي أعوذ بالله أننا نعرف الإمام على قدر الإمام أبدا. هو الآية العظمى لله، هو المظهر الأعظم لصفات الله وأسمائه. لكن أقول لنتأمل بالزيارات الشريفة التي نزور بها أئمتنا عليه السلام. لا نعتبرها مجرد كلمات أطلقها المعصوم تجاه معصوم آخر. يعني لماذا الخشوع خضوع بدني بدون خشوع قلبي؟ وهذا الخشوع القلبي يتوقف عليه من على الإدراك العقلي. إذا ما فهمنا كثير من كلمات الأئمة عليهم السلام في الزيارات، نأتي إلى العلماء، إلى كتب العلماء. والعلماء مراتب، العلماء مراتب. فتعالوا إما إلى الكتب التي تشرح هذه الزيارات، أو تعالوا إلى العلماء. طبعا ممكن تأتي إلى كل عالم من عالم يعني حسب الاختصاص. تعال اشرح لنا هذه العبارة في الزيارة، ما المقصود بها؟ هذه الكلمات الشريفة المبثوثة في زياراتنا ليست لقلقة لسان، هذه يريد منها ربنا الذي بأمره نزلت هذه الكلمات وهذه الزيارات، يريد منا أن نتعرف على مظاهر عظمته. اللهم أني أسألك من آياتك بأعجبها، وكل آياتك عجيبة. اللهم أني أسألك بآياتك كلها. آيات الله كثيرة عديدة، فلا بد أن بعضها أعظم من بعض. وكلما تعرفنا على الآية الأعظم تعرفنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. نسألكم الدعاء ونسأل إخواننا وأخواتنا المشاهدين، والبحث طويل وأعمق بعد للعلم، لكن إن شاء الله نشوف وقت آخر. كوعد للسادة المشاهدين أننا سنبسط الحديث في هذا الموضوع. سماحة الشيخ، قد داهمنا وقت البرنامج وعشنا معك وقتا طيبا وممتعا ومباركا، وحقيقة أنت قد قدحت في الأذهان كثير كثير من الأمور التي كانت غائبة. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، ونسأل الله أن يجعله في سجل حسناتكم. شكرا لكم سماحة الشيخ. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.